لأصحاب السمو الشيوخ، فكانت السائحة مع أول أشواط هذا اليوم لهجن زعبيلة التابعة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن رايد المكتوم. تهانينا لراشد بن محمد بن مروشد المتألق من قدمها بسبع دقائق 12 ثانية جزءا واحدا من الثانية. بينما شوطنا الثاني والخاصي بالإمكار أيضا هناك خنجرة أخرى للقاية المهجنات الأصائل، فكان التصريح لهجن الرياسة بقيادة المجاز محمد العتيق بن زيتون المهيري بتوقيت 7:16 وأربع أجزاء من الثانية. تهانينا للحمر الخطر، تهانينا للمجازف. يأتي الشوط الثالث فكان حمل التوقيت الأفضل مع العفريت. تهانينا والناموس لهجن الرياسة، تهانينا لمحمد العتيق بن زيتون المهيري بسبع دقائق 11 ثانية 9 أجزاء من الثانية، حمل التوقيت الأفضل في سن اللقاية. تهانينا والناموس لهجن الرياسة. بدران يأتي في الشوط الرابع فأكد التواجد الكبير والتحدي المثير لهجن الرياسة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. تهانينا وناموس 7:13 جزئين من الثانية. نبدأ أيضا بانطلاقة أشواط سن الإذاعة من 6 كيلومترات، فكانت هناك النهضة لهجن الرياسة ظافر المضمرين علي بن يمي اللوهيبي من قدمها بأداء كبير ب8:55 جزءا واحدا من الثانية لتظهر بخنجر الإذاعة المحليات الأصايل. تهانينا والناموس. بينما شوطنا الثاني والذي ظفرت به السائحة بخنجر أيضا المهجنات الأصايل، تهانينا القلبية لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. تهانينا أيضا للمتعب الصغير سعيد بن محمد بن مروشد، التوقيت الأفضل في أيضا 6 كيلومترات 8:46 وفاء وتماما وكما. بينما يأتي الشوط الثالث فكان الشامي بعد شعار هجن الرئاسة مؤكدا الظافر هذا التواجد الكبير والتحدي المثير في ثالث الأشواط. هذه السائحة صاحبة التوقيت الأفضل، وهذا هو الشامي صاحبي أيضا درع المحليات الأصايل. تهانينا لهجن الرئاسة، تهانينا للظافر علي بن مي اللوهيبي على هذا الفوز والانتصار. هنا لحظات الوصول ب8:59 جزئين من الثانية. تهانينا والناموس. شوطنا أيضا الرابع للإذاع الجعدان المهجنات الأصايل، شوط رمز المهجنات يذهب مع نايف. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا أيضا لقياس الهلالي. تهانينا ب8:53 6 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالكي هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. هكذا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام شاهدنا المتعة والإثارة، شاهدنا أيضا الشوط الرئيسية، شاهدنا من خلالها القوة والإثارة، شاهدنا الحماس القوي، شاهدنا أيضا هنا انطلاقة أشواط سن الصغار. الموعد يوم الغد مع الكبار هناك في الميدان الغربي ومسافة 8 كيلومترات مع انطلاقة ثنايا أبناء القبائل في فترتها الصباحية والمسائية. وصلنا بكم إلى الختام، شكرا للمخرج حسين السيد، شكرا محمد بن مي العفاري يوسف بن قاسم، شكرا لكل الزملاء الذين تواصلوا معي بالوصف والتعليق. محدثكم سالم بن علي الحبسي، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى الملتقى بإذن الله في الميدان الغربي لمسافة 8 كيلومترات في صباح يوم الغد.